باقي لكل مشاهدينا الكرام، زها الانوار والفل لكل مشاهدينا عبر قناه الجزائريه، ونقول لكم مرحبا بيا عندكم عند مشاهدينا لنا ندخلوا لديارهم بدون استئذان، ونقول لهم ان شاء الله يا ربي دائما ندخلكم في اوقات الفرح والسعاده لكل جزائريين مشاهدوا فينا في نهار اليوم. انا دائما نقول انه برنامج كاع كيف كيف يلم كل العائله الفنيه الجزائريه والمغاربيه. اليوم قبل ما نبدا برنامجي ونعرفكم شكون هو ضيفي لنهار اليوم، ضيوفي لنهار اليوم، نرحب بي دائما زميلتي شيماء اللي تقدم لكم انا والميديا. تفيقه حره على شيماء. ونرحب ونرحب بزبير بالحور. يعني ما كنتش عارضاتك وصدمت، ما فهمتش. سيربريز. وانت اللي سيربريز. ما شاء الله ما شاء الله. بطبوطة جيتي. ما شاء الله. سي بون سافا راك مليح. والله الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. تخلينا نبدا ولا مازال شيء؟ لا لا بداي بداي. أي الحمد لله ما عندكش حاجة اليوم. لا ما. حتبدا فيها. الحمد لله كرعينا ومدير. مشاهدينا الكرام لكل من تحق بنا في الحين نقول وراك عبر قناة الجزائرية وان وبالذات في برنامج كاع كيف كيف اللي يطلع لكم أسبوعيا. ضيفي لنها اليوم فكرت كثير باش ربما نلقى طريقة لتقديمه، لكن هربوا مني الكلمات وخرجوا ولا نقول خجلوا مني كل الحروف تعريفه. إذا نحكي على أعماله حافظينها صغار وكبار، عنده جمهور داخل وخارج الوطن، يعد من أبرز وألمع النجوم الجزائرية، وين دائما يقدم صورة الراي بأجمل صورة. عنده طابع، عنده ستيل خاص به على مدار الزمن. ربما الحاجة صعيبة في حياتنا أن نحافظوا أن نكونوا دائما في نفس المستوى. هو دائما كان في مستوى أحسن ودائما في نفس المستوى، متواصل نجاح وراء نجاح. كل أغنية من أغانيه بدون استثناء كان عندها رواج كبير. اليوم ضيفي لأن نتشرف به تحت تصفيقاتكم، أنا نقول لكم درجة بدرجة اللي هي أصبحت بطاقة تعريف ليه. نستقبلوا ضيفي ولذلكم لنها اليوم الشاب بلال تحت تصفيقاتكم.
بلاطو كاع كيف معنا الرائع والمتألق صعبة مزالي بيان شيخ حبيب. توحشناك. ربما انا عندي اكثر من 5 و6 سنوات في طولك شو نحب فت مع كامل الفنانين اللي نحترمهم ونقدرهم ونحبهم بلا الاول بلاطو يجمعنا. والحاجة ربما في الكواليس ما قلتها لكمش انه بلال يعني قبل ما يجي عندي بركي نسقسيه على حكايته مع الطيارة وسر عليك. والله العظيم جيت الاولى كان عندي الفول 11:30 ودرت الرافاي وانا ما سمعتهاش باش ما باسكو ما ركتش بكري. انا قلت ما كنتش حاب تجوز معايا. لا حاش لا وقلت لك بلي غادي نجي كل شيء وتنرفيت على روحي عاود جبت بي واحد اخر عاود حشيه وانا كنت حاسب غادي تجيبي لي الغدوه عاود ما جيت. ايوا ما كاتباش وصاي واليوم صافا الحمد لله. الحمد لله المهم انك جيت وانك اليوم نورتنا في بلاطو كاع كيف كيف. انا نقول ربما ما هو سر حب الناس اللي متواصل جيل بعد جيل لبلال شاب بلال. وانت راكي تقولي حب الناس يا خوتي. لا سي فري كاين كل بنادم وعنده حبوه ولا ما تحبوهش. لا اللي يحبونا وانا من لي فان تواك اللي انا نحب شخصيا انه كل اغنيه لا بروف اللي ملي بدات الاغنيه وانت تغني فيها انا شيماء زبير ولا كامله محاضرين كنا نعاودوا في الاغنيه ونحفظناها ونغنوها. لا ولا شوفي انا هي كل بنادم وعنده ناس تبغيه وعنده ناس ما تبغيش. انت عندك ناس ماشي ناس ما تبغيش كاين ناس ما على بلاش زعما ما وانا شنو غادي نقول لك زعما السر ما كان حتى سر. انا خدام وخطرات تجيب خطرات تغيب ولا كي الصياد وإلا عنده إلا كاين محبين انا زعما قراص لهذو المحبين اللي راه اللي وليت بلال. مي زعما عمري ما درت في راسي وصلت ولا انتو كان مازال نجري موراها باش نوصل حتى يقيسوا لي التراب. مي زعما انا ما غنيت باش ندابز ولا باش نعارك واحد اخرين غنيت هكا غنيت باش نفاجي باش تحية لهذا التواضع لانه انا نقول جيل ورا جيل اللي انا نقول انه ترباو وكبروا على سماع بلال حبوا الاغنيه الريويه من خلال اغانيك الجميله. انا نقول ربما هل يكون سر نجاحك لانك كاتب كلمات يعني شاعر وفنان وكذلك انك تعزف على عده الات موسيقيه. يمكن يا زعما كان انا محدود بزاف نكتب انا ماشي نزار القباني لكن نكتب على حسابي نكتب كلمات اللي تدور للحياه اللي تدور في الشارع كي تدخل لي انا في راسي نقول بون بوكوا با هذه غادي شريكي غادي الناس تهضر شريكي انا ندير اغنيه سموها شريكي على حساب الوقت اللي نكونوا فيه زعما مانيش شاعر زعما تاع هاكا نكون منارفي دي فوا ندخل الدار نحط اغنيه انا واحد عايرني هاكا نعايرها انا هاكا ابري نصححها وكل شيء نردها اغنيه وتيميرو يعني دائما نزعفوا بينا باش يقدر يكتب لنا اغنيه. يمكن لا 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 ماشي يزعف ما لو ستيل تاعي انا جنبيان للسوسيال جنبيان نحكي شواقع ما نبغيش نغني في الكذوب. سهله نجم ندير لك اغنيه انا وانتي في ميامي والعين الزرقاء بصح غادي تبعد على لا جونيس. سيد ما عندهاش باش تشري الدخان تحكي لي على اليو تحكي لي على لي فاكونس هكا بنت الزبير مسكين. لا زعما هي مليحه هي يمكن شي ناس يقولوا بون الغنى تاع بلال سي ما يعجبهمش ولا مي هي واقعيه حاجه اللي تصرى وطون سون طون ندير هكا اغنيه فيستيف هكا فيدا لوكا ولا هكا تاع نشاط باش ما نبقاش تحسيف يعني تاع حاجه واه باش ما نبقاش زعما واحد يكون غدا يهمر الناس شويه عليا شويه عليك. ربما قلت انه لازم ستيل كاين ناس يحبوا كاين ناس اللي ربما ما يعجبهمش الطابع اللي تغني فيه لكن انا نقول انه اكيد انه في مجموعه كبيره الناس اللي تحبك لانه ماشي سهل كما كل مره انه نقول واحد يشد الميزان تاع النجاح. انت يعني حتى لو كاين ناس ربما تنتقد بعض من اغانيك ولا لكن دائما مزاجك في كل يعني اغنيه بعد اغنيه نجاح ورا نجاح. هل هذا يكمن في اختيارك للوقت اختيارك للكلمات ولا كما قلت انه المواضيع اللي تعالجها تاع الشباب تاع هذاك الوقت الحالي اللي هما يحبوا الاغنيه ولا انهم يحسوا انك تشيتهم في الصميم؟ لا هي قبل كل شيء انا كي نكتب اغنيه
يليق ان تكون يكون عندي الهدف تاع الاغنيه زعما تكون عندي حاجه زعما نقول نكتبها زعما صريح نكتبها بيني وبين روحي ما نكذبش كي نكتب اغنيه نكتبها زعما من نيتي تاع صح وي ابري تعجب ولا ما تعجبش الجمهور زعما ما نظنش انا اقسم بالله لو كان ندير 47 البوم ما يتمشوش نقعد توجور نغني راكي فاهمه ما عنديش يعني قناعه شخصيه كيف زعما نغني لروحي انا كي نكون هكا مع وحدي هكا حاكم سنتي انا عاود بلا ما قولت انا بصح انا نشيخ روحي انا بيني وبين روحي انا ملي كنت صغير نبغي نغنى هكا قعدت نقول بالك غادي ننجح ولا ما نبغيش هذه كلمه نجحت هذه تبان لي عيب نجحت اللي نجح ينجح مع ربي زعما اللي نجح ما هذا يغنى يروح ويجي صاي لك انه الراي كان عنده في جيلكم كان عنده قيمه على الراي تاع الان لو كان نقول لك وصف لي الساحه الفنيه الجزائريه الراياويه خصوصا انا نعتذر من فنانين لكن هناك اشباه فنانين اللي هما راهم طلعوا باغاني ربما بدلت واجهه الراي انت واش تقدر تقول لنا في هذا ربما الخليط اللي راهو صاري في الراي اش غادي نقول لك والله انا ما نبغيش نحكم على الناس مي هي لا لوجيك هي انا زعما عادي انا ملي كنت صغير كانوا يفوتوا واحدين دي شونتور كبار كانوا يفوتوا في لا تيلي انا كنت صغير نتفرج هكا في الدار هذوك الناس اللي كانوا يهضروا اللي قبلنا ثاني كانوا يهضروا فينا حنا ماشي كانوا يهضروا كانوا يقولوا وي ما بقاش الغناء وهذاك وانا جام با هذاك الديالوج ما نبغيش انا هذاك الحديث تاع كل جيل يضرب على روحه ما نبغيش انا نبغي نهضر على كل شيء ما غاديش نجي انا دروك وغادي نبدا نهضر في هادو تاع دروك باسكو هادو تاع دروك الجيل راه يطلب هكا انا نظن بلي لو كان جات عندي لاج دروك تاع حد الناس اللي يغنوا راني سوري سيرتان غادي نغني كيفهم بون بالك شويه نحسن هكا المواضيع ولا مي بصح غادي نغني كيفهم زعما انا نظن بلي كل جيل وقته قلت لك تاع بكري ثاني والله ما كانوش يبغوا ماشي ما كانوش يبغونا كانوا يبغوا رواحهم بزاف كل واحد يبغي روحه يقول لك لا مي في هذه في جميع الميادين هذه في كاع ما مصحاب الفوت ثاني اللي كانوا بكري يقول لك واه وحنا مين كنا وحنا هذه صفري كانوا كل شيء بصح جا واحد اخرين ثاني مام هادو اللي راهم دروك غادي يجي واحد الوقت هادو اللي راهم تاع دروك غادي هما يفون جوجي واحد اخرين غادي يجوا موراهم غادي يقولوا وين مي كنا راك تشوفي احنا هادو راهم يبانوا لنا سي با سا تاع دروك مي بصح ديسي ان شاء الله 20 طون ولا غادي هادو اللي راهم سي با سا يقولوا ما بقى لا غنى لا والو كيف ما هي غير غادي هكا زعما انا نظن ما كانش كريتيك في 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 نوع تاع موسيقى ولا في جيل هي انا نظن كل جيل وجيله كل واحد لكن نشوف انه لازم يحسنوا شويه من الالفاظ لانه يتبعوهم شباب لازم ربما حتى الرسائل يوصلوهم زمان كانت هناك رساله في الاغنيه يعني توصل رساله لهذا الشباب الان اصبحنا انهم زوج كلمات تعاود ربما هذه الكلمات تكون ماهيش غير لائقه انهم واحد في يكون مراهق يسمعها يعني انا نشوف بلي الراي انه راح من الواجهه تاعو يعني الراي ربما الناس كانت بالرغم انه كنتوا توصلوا الرسائل لكن كاين ما يعجبهمش فما بالك اذا الان اصبح الراي فقط انه موسيقى وعياط وهذا هو الراي بصح شوفي كاين واحد الموضوع غادي كنت اشاك فوا كنت نقول كي تكون عندي اوكازيون نهضره الحمد لله يبقى جات الاوكازيون احنا عندنا ولا عندنا واحد النفاق بيننا وبين روحنا انا دي فوا يجوني وحدين يقول لي ما بقى لا غنى لا والو هادي رامي يقولوا نابورت كوا هو كنت طلع معاه في اللوطو دايرها ولا في عرس اخته ولا يدير هذاك الغناء ولا كل شيء كيف ما زعما هو بور تو فير بليزير يقول لك وي ما بقاش الغناء ولا لا هي حنا ولينا ننافقوا حنا ولينا نديروا انا شفت واحد حاج هكا كبير كان يقول كان يقطع في صحاب الراي ومنا وهذا ويقول واي واي كل شيء ابا والله العظيم في عرس بنته قلبها بالواي واي هو الاول لا زعما مانيش نهضر في الواي واي ولا في يعني قلت لك كل جيل وقته كل وقت هي 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 كل واحد زعما انا ماذا بيا كل واحد يلها في روحه ويخدم وصاي يلق نحبسوا هذا الحكم الحكم والله نجوجوا الناس انا ما نبغيش نجوج الغاشي على باسكو هذا ما غناش مزيان ولا هذا غنى مزيان ولا لا كل واحد واللي غادي كي نتحاسبوا عند ربي كل واحد وحده وربي ويغفر ويسمح وكل شيء ماشي لا هذا سي ديغو كيما اللي يقولوا كاين اللي يبغي الخضر كاين اللي ما يبغيش الخضر كاين اللي يبغي الصفر واش غادي نديروا ولا نقولوا الدراع بغي الخضر انا مازلت نقول مازلت
ما زلت نصر ولا يعني نقول نأكد أنه جمال الكلمات واللحن هيخلي الأغنية عندها تاريخ. الدليل على ذلك أنه حتى الشباب اللي هنا كاين فيهم ربما اللي ما نزلت كي انت أديت الأغنية لكن حافظينها وما زالوا يعودوا الأغاني وكلهم يحبوا يسمعونا. ونقول دائما أنه للكلمة وللقلم الجميل حضور. بلال قعد طيلة سنوات هو في الرياضة، يعني حتى لو كان يغيب لما يعاود يطلع يطلع بأغنية جديدة ستيل جديد، يعني هذا شيء جميل ما نعينوهش. ما شاء الله ما شاء الله. أغنية تاع لي جالو الحمد لله قلبت الدنيا ما شاء الله. شوية والله قلبت الدنيا أقسم بالله شيخ. شوية على حسب لا أمام الله. صح سي فغي هذه عنده الحق. يعني أنت ربما شفنا أنه بلال برغم أنه دايماً قاعد في ستيل تاعه لكن مرة لمرة نشوفه أنه هناك حاجة جديدة تعمل مع دي جي، نشوفه ريتم جديد. هنا كيفاش أنت تخير؟ لأنك أنت بما أنك تكون كاتب كلمات وأنت اللي كذلك ربما تحاول تسمع اللحن، هل بلال كي اللي يختار له ولا هو اللي يختار يقعد مصر على اختياراته حتى لو كان ما تنجحش الأغنية؟ أنا راه شوفي أنا الأغنية عندي، أنا الأغنية لي أنا كي نشوف الأغنية هذه لي أنا الغناء تاعي 99% هي كلمات ولي بيلي تاعها موسيقى، هي زعما الموسيقى تاكومباني زعما هي مع الكلمات. بصح انا الاولى عندي الاغنيه هي الكلمات هي وحنا ما نجموش نعرفوا حنا ينجم واحد باسكو اللي يعرف هو يعرف هذاك الشيء. بصح انسان الا ما عندهاش كاين ناس ما عندهمش ذوق كي ما يعرفش ما با يصفق كيف فهمه صح. لا بصح كلي صفق فوق هكا مي بصح الله غالب كي غادي نديروا له غير صفقوا مليح على بالو كيفاش صفقوا لا 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 بصح هادي ماشي عيب كلي انت تغني ويصفق فوق وفرحان وكل شيء مي بصح هذا من لوموش هو مخلوق ديال كيما هكا زعماك ماشي كاع الناس تعرف الموسيقى كاين اللي سماع كاين اللي يعني كحنا نقولوا دواقه كاين الناس كاين ناس موسيقيين دواقين كل شيء هذوك نخاف منهم هذوك من يجي يجوك فكي وانا كنت ريا ما نغنيش لهاد الموسيقيين ولا انا نغني البلومبي نغني لواحد عساس نولي طب باسكو عساس ما يعرف يعني لا بياتي لا نهاونت لا استخبار لا وين راك يدير لك دير لي هذه الثلاث تاع فلان ودي بومبا ما كنت تقول له واش من مقام راه يلعب ولا واش من ما يعرفش باسكو حنا عندنا شويه جاب يسمع فقط. عندنا احنا واحد الفئه تاع الموسيقيين ماشي كاع هما باغيين نغنوا شابغين هما فهمتي زعما هذه ما كاش لا ديكتاتور في الموسيقى. الموسيقى كل واحد اللي يبغي نغني نجم ندير لك انا مانيش عارف كروس كاس وباس ونغني يا 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 انا اللي باغي هاك انت ما عجبتكش يا خويا زابي صح زعما سهل غير حداك راه تما عندك سوري ولا عندك هذا كل شيء راه طاكتي دير هكا تبدلها ما تي با اوبليجي باش تدخل عندي صح دي فوا والله العظيم نمرض هكا راك تسمع في اغنيه بار ما نطرف هكا قال عادي يجي الاول يكتب ما شاء الله بلال جاوج يجي واحد شي يكتب لك حسبي الله ونعم الوكيل مخك يجم دهلك هذا دار لك بالعاني زعما شا دخل حسبي الله ونعم الوكيل شا قلت لك انا زعما ما تكون اغنيه ما سي باسا ما خويا ما تشوفهاش راك فاهم بلال تقول عندي وتقول لي حسبي الله ونعم الوكيل بيتها بني خالي بلال قولي مشي الغنيه اللي انت ربما نقول باللي احقرتها يعني قلت هذه ما ديرش سكسي بصح هي اللي دارت لك سكسي كبير يعني الغنيه اللي انت ولاد حرمه سجلتها ومن بعد ركبت مع واحد انا شاك فوا كي نبغي نخرج البوم اي نبغي نسمعه قدام لا يخرج مش نسمع انا نسمع لصحابي هكا انتيم كي تكون عندك هكا اي كليكه تاعك بكري كنا نديروا كاسيت فيها ست اغنيات اي احنا نقولوا الكليكه تاعي كما قلتي نسمعهم ونقول ما غادي نخرج هذه. واحد صاحبي في مونبولي ركبت معاه مني من مونبولي وسمعت الكاسيت تاع ولاد حرمه مازال ما تخرج سمع كاع لا كاسيت وهذا زعما كرايمان وكل شيء نعرفه يفهم كل شيء جا قال لي كاسيت شابه قال لي كاينه غير حاجه قلت له قال لي هذيك تاع وجوه صفعه وهذه ياكلونا على ولاد حرمه على ولاد حرمه قال لي هذيك بانت لي قلت له والله انا تمك عيط لي ديتور والله جيلي لي فراتين الله يذكرها بخير نسلموا عليه نسلموا عليه عيط له قلت له جيلي لي خويا راني باغي نقول لك حاجه قلت له هذيك الاغنيه تاعها لك ولاد حرمه قلت له قلعها ونعطيك واحده اخرى قال لي يا خويا سي ترو طار ودفعتها
قال لي باغي تزيدني هذيك زيدها لي بصح باش نقلاها. قلت لا باش تقلعها وكذا. وفاجاتني صفري ولات حرمه زعما تماك عارف اللي احنا نبغوا احنا بزاف كل واحد. انت كش من نهار لقيت واحد قال لك انا اسمح لي انا مشي ولات حرمه؟ احنا قاعدين نلعبوا ولات حرمه يعني انت لعبت على الوتر الحساس كما احنا نقولوا بالله. لا ما لعبتش عليه والله العظيم. كنت داير حفله واحد دمروه كان خابط هكا مسكين واحد دمروه دمره واحد الفيديو ولا انا بصح وانا ما عجبنيش الحال. هذاك اللي دمروه قال لي مسكين شاف فياك قال لي بيلا احنا جايينك ما عاد نتفرجوك قال لي دمرونا كل شيء بطاف. قال لي بغيك تشوفني انا خابط قال لي انا كاع ولاد حرمه. درتها في راسي قلت لك صفري من خبايطي ولاد حرمه. ما شاء الله. بيلا احنا باش ما نطولوش على ضيفنا الثاني لو حاضر معنا. انا نقول هو من اجمل الاصوات اللي راهي على الساحة الفنية من الشباب الصاعد. في أولى أغانيه طال يعني أولى أغنية تاعو دارت البوز يعني كانت عنده شهرة كبيرة بسبب جمالية الكلمة واللحن، وهذا ما جعل من أغنية تعد أكثر من 20 لغة أو ما أكثر حول العالم. لكن رغم هذا النجاح إلا أنه كان دائما متواضع لدرجة أنه من الفنانين اللي ما ينشوفهمش كثيرة يعني في البلاتوهات. من غير الفن هو جمع بين مهنتين اللي هي مهنة الطب ومهنة الفن. من آخر مرة كذلك جمع بآخر حاجة اللي هي المهنة الثالثة اللي عنده اللي هي المسؤولية العائلية. يا ترى كيفاش حيوفق بين هاد الثلاثة؟ نروحوا نكتشفوه لينها اليوم. هو دائما المتألق والرائع كنقول لكم زينة أكيد عرفتوا باللي أمين جمال وحاضر معايا لهذا السهرة في برنامج كاع كيف كيف. تتابعون بعد الفاصل. رحنا فيديو هكذا واحد الانسان قالوا بلي انا كتبت زينه وكاع. انا نعرف بابينو نعرف الزينه زعما انا نكون نشوفك في اليوتيوب لو كان نشوف امين جمال ما نكذبش عليك ما غاديش نديها بصح كون نشوف امين بابينو باسكو الاغنيه تاع بابينو قعدت لي في راسي زينه. افلاكس ايش نهار وينساني وانا دايرو بغاني يجي نهار ينساني. شحال صعيبة لحظة الوداع اللي بنيناه في دقيقة ضاع وشحال صعيبة لحظة الوداع اللي بنيناه في دقيقة ضاع. روحوا قولوا لها المحبة ماشي دراع اللي عمره ما شراق عمره ما باع واللي حبه مبني على الخداع انساها قلبي ليه ما ترجع. روحوا قولوا لها المحبة ماشي دراع اللي عمره ما شراق عمره ما باع واللي حبه مبني على الخداع انساها قلبي ليه ما ترجع. وشكون اللي قال يجي نهار وينساني داير هلعبة وانا حسبه غالي. شكون اللي قال يجي نهار وينساني داير هلعبة وانا حسبه غالي. ماني 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 يما ماني ماني فراق الحبيب امي امتي زاد هوالي. ومالي مالي يما مالي مالي فراق الحبيب امي امتي زاد هوالي. ما جايب اخبار كملت لي استوار كل شي ما صار انتي هانية ما جايب اخبار. وانا في قلبي راهي قد يا نار انتي قلبك احجار ما فيكش نية خليتي في حياتي غير الدمار نحيك من العميم وارب السيف عليا.
في قلبي راهي قد ينار انتي قلبك حجار ما فيكش النية خليتي في حياتي غير الدمار من الله من الموار بالسيف عليا يجي نهار وينساني أنا وأنا دايرو غاني يجي نهار وينساني وأنا دايرو غاني ومالي مالي يما مالي مالي فرق لحبيبة وانتي زاد هوالي مالي 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 يما مالي مالي فرق لحبيبة وانتي زاد هوالي لا حباك لا قمر بك مالو واش عندك في نجوم إذا مالو إلى حباك القمر بك مال عندك في نجوم إذا مالو واللي خداع خليه بحالو دنيا تدور وما خاسر والو واللي خداع خليه بحالو الدنيا تدور وما خاسر والو يجي نهار وينساني وانا دايرو غالي يجي نهار وينساني وانا دايرو غالي ومالي مالي يما مالي مالي فراق لحبيبة وانتي زاد هوالي ومالي مالي يما مالي مالي فراق لحبيبة وانتي زاد هوالي شكون لي غالي ميرسي بابلون هو الذكاوي يفضل امين جمال واش رايك صافا لاباس صافا بيان امين انا نقول انه بعد مده عنا عام تلاقينا شنو امين تقريبا سنه هكا العام ونص عام ونص ما تلاقيناش هو امين امين ربما انا نقول بلي هذوما الاصوات اللي نحب نسمعهم هذو الاصوات اللي انا نحب نشوفهم لما كنت تغني شيخنا قالنا اغنيه جميله جدا وعجبته هك الكلمه تعطينا رايك طبعا يقول لك كذا وجد الماء بطل التيمم دونك تعطينا رايك في امين مرحبا امين ولا ما غادي لا نزيد من عندي لا غادي نقول صح انا الاغنيه عجبتني صوت مزيان يغني بيان زعما ما عندي ما غادي نقول فيه زعما غادي ما عنديش كريتيك نقولها في رافيلتي والله تحيه الامين بابيلو لو حاضر معنا نقول له مرحبا بك امين مرحبا بك امين الله يسلمك الله يزيد فضلك صافا تخي بيان الحمد لله الحمد لله مرحبا بك بيناتنا مره واحده اخرى الله يحفظك صافا امين ربما انا نقول باللي هل يجي نهار نقدروا نشوفوا باللي كاين هناك اغنيه حت نسينا فيها الزينه والله لا قبيله كنا نهضروا عليها انا و شفت دخلت في الافكار تاعكم والله كنا نهضروا كاع زعما هذه حاجه باينه زعما كي دايره سوكسي سورتو هذاك اللي تبدا به زعما كي تبدا بغنيه الاولى ديالك تتكون كاع ماشي معروف والغنيه الاولى هي اللي تشهرك وهي دير سوكسي زعما سورتو كي تفوت 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 لو تيريتوار ناسيونال وتروح لبعيد تفواياجي وهكذا وكاع صعيبه باش دير غنيه كيما هي تقعد تتبع فيك طول حياتك زعما هي زعما باش يديرها كيف هو بصح ينجم يدير خير منها يعني انا قلت له تنسينا تنسينا فيها الزينه يعني يعني نستناو منه انه يقدم لنا اغنيه تكون تاثر فينا كما اثرت فينا يا الزينه وين نشوفها هي كذلك تروح تفوت الحدود نقول العربيه حتى وصلت العالميه لكن نقول بالرغم هذا النجاح الا انه كما عرفتوا من اول يوم دائما في التواضع بالرغم من انه عنده نجاحات عنده انا نقول باللي اغاني جميله جدا وحافظ على النوع ولكن ما كنت نقول الجبيله قلت له انه دائما واحد يحافظ على النوع تاعو انت قعدت انك دائما محافظ على الطابع اللي تغنيه امين ما حبيش تخرج من الطابع هذاك برغم انه ينجح ما ينجحش هل هو تجاري ماهوش تجاري حبيت تحافظ عليه علاش بون باش شو نقول لك حافظت على الطابع هذاك اللي بديت به 100% ما ماشي 100% باسكو انا ديفييت شويه بون جايين لها هذه رانا جايين اونفا انا في الاغنيه ديالي الحاجه تيبيك اللي كاينه دائما في لي شونسون ديالي سي كو لا بريزونس تاع لا غيتار اكوستيك زعما قانون لازم تكون في الاغنيه ديالي تقدر ما تكونش مي لا ماجوريتي تاع لي شونسون اللي نديرهم انا نحب لا غيتار زعما سي لانسترومون تعودنا يعني ولفناك بها
اه فوالا انا الناس اللي عرفوني زعما جيهم بيزار وكان ماشي جيهم بيزار مي فون تروفي سا شويه ماشي كيما العاده باسكو انا عرفوني الغنى ديالي اللي نديرو لازم تكون فيه جيتارا لازم يكونوا فيه لي انسترومون بلوس اكوستيك على عفسه الكترو ولا هكذا مي فهاد لي ديرني طون عباك الموسيقى تتبدل كل وقت ما الموسيقى اللي كانت تدور 2012 كيما كي بديت انا زعما ماشي كيما الموسيقى اللي راهي تدور كيما دركا 2019 تبدلت اسما زعما لارتيستيسي غاردي هذاك لو ستيل ديالو سي اون بو دير سا ويسي يتاقلم مع 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 لا توندونس مع مع واش هذه هي انا نقول امين بابلون لما نقول امين جمال الناس ربما يتخيلوا فنان اخر بصح لما نقول امين بابلون يعرفوا ديريكتومون شكون هو هذا الفنان تجيهم يعني صوره مباشره عندهم هل الان امين جمال او حاب يتخلص من امين بابلون باش يكون يعني يحقق هذاك النجاح ولا امين جمال هو امين بابلون ونجاح واحد هي زعما امين جمال ما عندها حتى معنى زعما في 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 لاسيف في دومين ارتستيك دونك تقول له امين جمال ما كاش اللي يعرف انا 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 حتى اليوم ما عرفت نوت فامي انا حاس بابلون نوت فامي انا يعرفوني بامين بابلون ميم في لي ريزو سوسيو تاعي ستادير كومون جو مي بريزونت اوتون كو امين بابلون انستغرام فيسبوك ميم لو نون دارتيست تاعي امين بابلون دوكا بون كي تسيباريت على الجروب سي فري قلعت بامين جمال هكذا ابري ما لقيت بلي ما عندها ما صدقش حتى الاغنيه يعني برغم انها جميله لكن ما لقاتش راه واد كبير ولذلك لحظه وداع لما حطيت امين بابلون انطلقت وانتشرت عند الناس ربما هذا السبب اللي خلاك تعاود ترجع لامين بابلون لكن هنا ما يتشكلكش يعني مشكل لانه انتم كنتوا يعني فرقه بابلون وبعد انت يعني ديت الاسم هل انا اتفقتوا انه امين هو اللي يخرج ولا غد من ذاك غدوه يعاود يرجع اي واحد من الجروب يقول لك انا تان من حقي اني نستعمل كلمه بابلون زعما هادي لازم لك ميراكل سورتو في الجزائر باش تصرا زعما كيما زعما انا زعما شونتور خرجت وديت اسم امين بابلون هو صافي دير الجروب واحد من الفرقه يجيبوا شونتور واحد اخر يرجع هو يزيد واحد منهم يزيد واحد منهم يعاود يقول لك انا انت انا تندير كمال بابلون ولا حمزه واحد من الاسماء يعني من الفرقه اللي كنتوا كيف كيف يقدر يدي اسم بابلون زعما لانه كنتوا فرقه واحده من حقه يدي زعما ميوزيسيان اللي كان معايا يدي واش واش يدير به زعما كيما انت واش كدير به انت تخدم اسم بابلون تخدم اسم بابلون انا هو انا فهمتها واحد بغى هو ما فهمني ما باش حاب يجاوب هما حنا نقولوا لي رولينغ ستون سواء انا ما فهمتش مليح لا شوف هما عندهم اسم شيخنا الحمد لله اللي هو معايا انت خرجت انت خرجت انت ديت الاسم وخلي خليت امين بابلون بصح واحد اني لي ما واحد في الفرقه كان ينجم ثاني يدير مع بابلون جمال بابلون يولي جيتاريست ما حوسوش عليه جيتاريست ولا احنا خاصه هو عنده زعما عنده الحق يدي هو حاب يفهمنا ما ينجحش به الاسم تاعك هو حاب يفهمنا بلي امين هو اللي غني يعني والاخر فوالا والاخرين هو فرقه كانت تكمل امين بابلون هي بابلون ماشي بابلون جروب بابلون ايوا واش تاع زعما شكون اللي راه في الواجهه باينه بلي شونتور راه هو اللي كان هو اللي بان هو اللي دور زعما كي انا شونتور ندي الاسم تاع بابلون كم نكمل نغني بان جيتاريست كي يدي باغ اكزومبل يقدر يدي اسم زعما كيما كان رحيم معايا ولا رمزي يقدر يدي يولي باغ اكزومبل رحيم بابلون ونورمال زعما اي با كري لو باز اللي تو لا كري نتايا اي بصح شو زعما الشعب اكزاكتومون ان جيتاريست نو با كري لو باز اللي لو كري ان شونتور بصح ينجم هذاك الجيتاريست يجيب ان شونتور ويديروا جروب اكزاكتومون انا حاجه اللي عجبتني في امين انا حاجه اللي عجبتني في امين دوكا جونغ هو مستوعبش الفكره باسكو علاش ما كاينش ايماجيني جونغ كيفاش يدو بابلون او نوت فامي دي واو ما امنش هو بروحه خاف لا يقول لك كيف يدو بابلون فيريتي شيخ ما يديروا به والو انا نعطيك انا ما تعرفش ولا ما تعرف راهو الجروب حبس وانا رحت يجيب الجروب اللي كان يجيبوا فنان هو زعما غير ايماجيناسيون امين ما تخافش هي سي جوست اون ايماجيناسيون تخيل هي غير تخيل دارت امينه زعما سي با فغي ما تخافش هي طاريت يدي لك عطات لهم يزيد سي بون سون لي دي امين امين صافي بليز لا يفهم عايز ما فختي روحك نور دخلتي لها الوسواس مسكين داي مش فختي من حقي نسقسي
سا ديبو يصرى كلش تما جات غير على الاسم شكون يديه لا تقدر موازني ويديه قال كلشي يقدر يصرى نورمال امين ربما نعاودو نرجعو امين بابيلون كلمة ملي قالوك بلي ماشي انا اللي كتبت الزينة وغني فوالا خرجوا ناس وقالوا بلي ماشي انت اللي كتبت الزينة وين هذه سمعت بها يعني ايماجين انت كتبت وانت اللي تعبت عليها بعد يجي واحد يخرج يقول لهم لا ماشي كتبت الزينة انا اللي كتبت الزينة هذه لوجيك عندك انت وبابيلون جاتك ماشي لوجيك لا والله ما كي نسمع هضره زعما كيما هذه انا كي سمعت هذه الهضره شوفوا شوف واحد لا فيديو هكذا حتى واحد الانسان قالوا بلي انا كتبت زينه وكاع وداها امين ما عرفت انا واش دير شوف شحال شايفين تلقى شايفين اربعه تاع الناس ولا انت انا ما كي كنت مريح هكذا وسمع شفت لا فيديو زعما ما عرفت لا نضحك لا نروح نرقد لا نجري يعني هذه يعني كل حاجه حنتوقعوها سورتو في عالم الفن شيخنا نشوفوا باللي انه كل حاجه ولا كل امور تقدر وشنو انا تخيل امين وهي يشوف فيديو تاع التسييد انا كتبت شو امين قريب ما امنه اه بصح واه كان قريب يتصل يقول لها ويستي بريد تكتبت كيما باغ اكزومبل دوكا صارت لي حاجه انه دار كومونتير وطار دونك صغير تخيل فيه امين عندو نكملو نشوفو بلي هل امين بابيلون لما نشوف بالمجهودات اللي راك تقوم بها بصح لما نشوف مثلا الاغاني تاعك مقارنه باغاني اخرى ما عندهاش نسبه مشاهده كبيره هل هنا لانه ربما نقول انه المستمع ما عادش يحب هذا النوع من الاغاني ولا موجود ذواق للاغاني تاع امين شو في الاغنيه اللي خرجتهم وحدي ابري ما انفصلت على الفرقه تاعي خرجت بار اكزومبل مي امور قولوا لها خرجت مي امور وكامل هادو لي شونسون سي فري كو ما داروش بوز بزاف باسكو ديجا شغل شان جديده في اليوتيوب و لقيت لها سبه راك مدبر عليها راك ما مشاوش ما مشاوش وصاي ما مشاوش لا انا فهمت مسكين هو دروك اللي يفو با دير في راسك غادي كاع يولي كاع الزينه كاين اغنيه هكا كيما قلت لك طيحات ونوضات ما تقولش باسكو ما شافوش ولا ماشي بيبليسيتي ولا كي تكون اغنيه شابه تبان والله ما تبان متى ابري خرجت باغ اكزومبل لحظه الوداع المره صح لقيت رواج كبير دون دو في دو موا دارت 8 مليون زعما حاجه حبيبه حرام عليك في دو سمان دارت 2 مليون مليحه زعما راهي تمشي الحمد لله هل هنا نجح هذه الاغاني لانك بدلت حاجه في الموسيقى ولا انك بدلت في اللحن باش جلبت المشاهد ولا انك بدلت رجعتها امين بابيلون باش يتابعوك الناس بصراحه والله ما شو هذا ما كيتسقسيني لانه باش نكون فقط نعاود نرجع للمشاهدين نقول لهم انه الاغنيتين اللي كان يهضر عليهم الرقا واش نجح امين جمال بعدها دار امين بابيلون هنا سؤالي واضح هل انه لما عاودت رجعت امين بابيلون طلعت نسبه المشاهده اللي كنت تتوقع بالك والله ما على بالي زعما انا باش نقول لك ندخل لك ليدي ريسبونسيونس اكزاكت انت ديجا درت اغنيه بامين واسمها امين جمال اي والله هذا هو اللي ما كانش فيه المشاهده بزاف دي سا ديبون كانت باغ زعما كانت غنيه شابه صح شابه ما بتسمي تسميها تسمي باش مختاري هذه حاجه باينه وزعما نقول لك انا قولوا لها اغنيه شابه نبدا نتفلسف لك ونقول لك يا ودي جيتار كانت هابطه وزعما الصون ماشي شابه بصح نحكي لك غادي غير زعما نعطيك باش تديها من عندي هذه رسمي انا نعرف بابينو نعرف الزينه زعما انا نكون نشوفك في اليوتيوب لو كان نشوف امين جمال ولا ما نكذبش عليك ما غاديش نديها بصح كون نشوف امين بابيلون باسكو الاغنيه تاع بابيلون قعدت لي في راسي الزينه نقول بالك داروا حاجه شابه كيما راك فاهم زعما باش نوري لك بلي بالي بابيلون جابت لك شويه انا الناس شافها تاع اغنيه ولا بابيلون عاونت لا بروف باللي امين حقا باش نقول لكم برك حاجه امين زوحو يخزر فيا تحكى اوكي امين تحيه كبيره ليه انا اليوم بلاطو راهو شرشي علي امين بيان سور من شرشا الحي وكل الناس قراي ولا تيبازا حتى بلا الناس اللي ما على بالهاش بلي انت كذلك من مواليد شرشال وولايه تيبازا اللي هي كذلك بلادي حومتي اللي نحييهم كامل انا رابحينكم ثلاثه زوج انا رايحين احنا رايحين سي بون نعاود نرجع نقطة أنه كاين في كثير الناس يعني يقولوا مقبلات قلت لأمين وإحنا قاعدين في الكواليس قلت له أمين عبد بلي بلال من شرشان قال لي
قال لي نو، قال لي بالك جازك صدفه برك، ماشي ماشي ولي تشرشال باسكو جامي هدرت على هذه المنطقه. هل انت فقط من مواليد؟ قلت لك على بالي بلي زاد في شرشال بصح ما ترباش بان لي ماشي دوريجين، ماشي نعرفش. لا انا كابر في وهران، انا كابر في وهران بصح دوريجين من منطقه. لا بويا وهراني وما تزيريه وما انا كنت حاسبه انه الوالده تاعك من شرشال. كان ساكنه تما، كانت هي من شرشال برج، كانوا يرحلوا بزاف برج بوعريريش، راحوا الافل وراحوا الاضرار، داروا كل شيء. كنت نزل نزيد في اضرار ولا في افل. مي جيت صغير لوهران، جيت وبويا وهراني. لكن ربما كاين في الناس بزاف اللي ما يعرفوش انه هذه النقطه انك من شرشال. حنا خصنا نفتخروا دائما انك جزائري بصفه عامه. حنشوفوا علاقتكم مع الميديا، مع مواقع التواصل الاجتماعي. هل انتم قراب ماشي قراب؟ كيفاش تتعاملوا مع لي كومونتير؟ كيفاش يكون ردود فعلكم من كيكونوا باغ اكزومبل واحد كما قال لك يكتب له حسبي الله ونعم الوكيل في الغنيه تاعو؟ دونك بيزار. علاش ربما الشعب تاعنا يرياجي ولا يستعمل هذه الالفاظ ولا هذه الطريقه في التعبير، مع انه هو يدخل باش يشوف بيل لكن يدير كومونتير وصاي. فوالا احنا هذه العفايس كامل ولا هذه الحاجات كل نعرفوهم من خلال طبعا شيماء والميديا بعد الفاصل. تتابعون بعد الفاصل. المنافقين هما كون تجي في الصح هما ناس ملاح، ومن يشوفك تضحك يقول لك انا نبغي كل شيء بصح من بعد يفدك. هما كاش الحسادين وغيارين وذول يهضروا اعداء النجاح. تما انا ما نجمش نغني راك مريض انت عندني انا ولا حشمتي كي دارت لي ولا وجوه صفعة. خرج هكا كليب ولا يقول لي على بالك انا 300 من هذا من هذا. بصح كي يدير حفله غيوه ولا فامي تاعها صحابه ورا ما دير 300 هذوك. هم يضحكوا همبرجر زعما مدى هذا السؤال ما يحتاجش كيستيون. دارت الباز. روحي انا وانتي نطيرو حبيبه خليني نكون يور هيرو اللي ما يبغوناش يحيرو الليلة نجوم نغيرو واحد يديرو غير الليلة ونموت اللي فاتني. شيماء والميديا بشكل مجددنا لها اليوم. أمينة أنا فرحانة بزاف اليوم باسكو راه معنا شاب بلال وأمين بابيلون بيان سور. سونز أوبليي كو شاب بلال سي أون ستار اللي بدات من لي كاسيت من لو بالادور لو سي دي لليوتيوب لي مليون دو فيو ما شاء الله. دونك سي اون ستارت ما اللي كملت من القديم حتى تاقلمت مع الميديا وين ولا سيدي كيما كانت في لي كاسيت اي لي سي دي كيما كملت في اليوتيوب. الوغ في لونكيت ميديا نبداو بلال. الوغ بلال il récolte toujours des millions d'ailleurs c'est les deux فيديو اللي عندها بلوس دو فيو فيهم سي فيدا لوكال اللي فيها 97 مليون مشاهده ما شاء الله. ورومانتيك ورومانتيك aussi اللي فيها 87 مليون مشاهده. Sans oublier la chaîne YouTube en général fera plus de 615 millions de vues. نعاود الرقم 615 مليون مشاهده. ما شاء الله. La chaîne YouTube fera plus de, presque plutôt اسمحوا لي 3 مليون de vues. Plutôt 3 مليون d'abonnés. تسمى قريب 3 ملايين اللي يتابعوه واشاك فوا تلحقهم نوتيفيكاسيون كيخرج اون فيديو. ما شاء الله. بلال عنده ان انستغرام كيما رانا نشوفوا فيه بلوس دو 700 ابوني ف 700 ميل ابوني ديزولي 700 الف متابع. عنده اوسي ان كونت فيسبوك اللي فيه بلوس دو 154 ميل ابوني. بلال داير كيما رانا نشوفوا في الانستغرام ديالو كامل لي كونت اوفيسيال ديالو جونغ من الانستغرام تروحي ديراكتومون لو ليان وين تدخلي الكونت اوفيسيال ديالو. Alors, par contre, Bilal, est-ce que la belle oublie a une page fan, enfin une page officielle, soi-disant, qui fera plus de 1 million d'abonnés? Je dis, la belle, je suis bien, là. Elle s'appelle Chab Bilal officiel. Oui, mais des fois, il y a des faux comptes, il y a beaucoup. Des fois, Chab Bilal ou la Babylone, on peut trouver beaucoup de choses. ما تزمش تاع السوم كاع ما جوستومون بارلو وانا مع الفيسبوك ثاني انا شو با انا داير كيلكان هو كي سوكيب كاع بالانستغرام كل شيء انا ما نشوفش بزاف هاد جوستومون ان بارلون دي فو كونت كاين ان نومبر انترمينابل تاع لي فو كونت واه باسم بلال سافيني با
Alors, Bilal, il n'est pas le seul à voir les faux comptes parce que Amine Babylone aussi, une fois que tu as Amine Babylone, tu as un nombre interminable de les faux comptes. Qui m'a chauffé le fond. Alors, Amine Babylone aussi a un Instagram qui fait plus de 600 000 abonnés, c'est-à-dire que tu as 600 000 متابعين. وعنده ان فيسبوك اللي فيه اكثر من 400 الف متابع كما رانا نشوفوا اي عنده اون شين يوتيوب اللي فيها اكثر من 300 الف متابع مع انها مع العلم انه لا شين يوتيوب تاعو جديده افتحها هذا وين كان يشكي انا حافظه الوغ بلال كيما شفنا توتالا امينه بلال كيفاش يتعامل مع لي كومونتير C'est-à-dire les commentaires les stéphazos, est-ce que Bilal y répondait ou pas Kirouna, ouais. C'est vrai qu'on m'a caché les critiques, qu'on m'a caché les... Je n'ai pas besoin de rire. Qu'on m'a caché les hassadines, les gayarines, les gens qui ont été en train de se faire. Je n'ai pas besoin de rire avec moi, ou la hachimti qui a été ou la ujou safa, ou la manich arafa. Je n'ai pas besoin de rire. Je انا عمري ما ندخل مع واحد نقعد نلاعب فيه هو يقول لي انت داير ولا نقول له لا شوف انت ولا هذه ما تبان لي صح تقرا كمان لي كومونتير دوماج اشاك فوا كي نقرا نطيح في واحد بالخف نطفيه وشنو هو لو كومونتير اللي زعما بقيت شافي عليه هذا تاع حسبي الله ونعم الوكيل زعما تسمع في غنيه قالت معك في غنيه كريتمي كل شيء لا كريتيك انا انا انا, أنا, أنا, أنا نتقبل الكريتيك قول لي لا كان طالع عليك راك داير بزاف لوطوتين ولا قول لي ما راك الكوبلي ماشي شباب كلمات بصح كيفاه انت تغني في غنيه هكا من طرف يجيك واحد على ما تروحش تصلي انت على ما تروحش تصلي لقى مقابلني انا وا راك فاهم زعما زيدي زيدي واحد باسكو غادي نهبل مع هادو هادو راسك يحبس يقول لك هادو صحاو امين شفنا بلي تو غوسو بزاف لي كريتيك سورتو بعد ما خضت تجربه التمثيل وشنو هو صديق لو كومونتير اللي بقى في بالك انت والله ما كاش كومونتير زعما قعد في بالي بون كاينين بزاف ناس كيما قال بلال هو كاينين عباد بون يحبوك كاينين عباد يقدروا ما يحبوكش كيما قال لك سي دي غو اي تو هادو ما تقدريش تقولي لواحد حبني بالسيف ولا زعما وكاين كاين لي كاين عباد لي كريتيكيوك زعما ينتقدوك وهذوك هذاك النقد يكون بناء زعما يقدر يقول لك باغ اكزومبل في هذه اللقطه ولا في هذه الاغنيه ماشي شابه باسكو فوالا 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 زعما تقدر تكون عفسه مقبوله زعما تكون ديك لوكازيون اليوم تريبوندي نقول لك انا ريبوندي لي كامل الناس اللي يعطوا لك لا لا خدير لي جوج حصص ولا ثلاثه واحد لا زعما غير فيها هكا ما تجيش لا زعما اون جينيرال شهر تاع انا شهر حتى نديروا ايميسيون كيما كا شهر وما ما نكملهمش ما نكملهمش انا سيرتو تاع لا ما تروح تصلي انت وين تعرفني انت انا تصلي وين ما نصليش انا زعما كان ما تروحش تصلي مع الشيطان مشي واحد يكتب لي مشي قلت للناس هاي تبت انا ناقص في ناستوني لا بدا فاس داخل بالجامع نحفر فيه ولا زيد كمل انا ما بقاش عليا انت وشنو هو لو مو اللي تقدر توجهه للناس اللي ينتقدوك يعني وتشوف انه الانتقاد تاعهم ماشي بناء شو هذو الناس كي تهضر عليهم شغل يديروا لك دي كومونتير زعما يقول لك كاين اللي يقول لك روح تصلي وكاع زعما هكذا وكاين اللي يقول لك باللي انت ما تعرفش تغني ولا ما تعرفش دير موسيقى ولا ما تعرفش تمثل ولا داير كي هكذا ولا هذا انا هذو ما نديرش عليهم كاع زعما انا وكان تلاقى بيضا نقول زعما روح لقى خدمه دير ميكانيسيان ولا دير بلومبي ولا زعما خدمه على روحك خدمه مليحه ومش عارف ما مانيش سامع انا ما عنديش الوقت انا خدام و صح دوكا احنا شفنا ملايين المتابعه اللي عندكم واش رايكم انتم في الناس اللي عندها ملايين المتابعه في لي ريزو سوسيو مي كيما نقولوا حنايا بين قوسين ما تقدرش تعمر قاعه صعيبه هذه كيفاش والله ما سمعت عيط لهذوك اللي زهبوني هذوك باسكو كاين بزاف ناس اللي تشريهم صاري دي فوا يجيك واحد هكا يجيب لي اغنيه هذه بيناتنا هكا نعرف انا دي شونتير هكا وما على بالهم بيعرفوا رواحهم هيا يجي يخرج هكا ان كليب ولا يقول لي على بالك انا 300 من هذا من مليون بصح كي يدير حفله غير هو ولا فامي تاعه صحابه هكا ورا ما 300 هادو زعما انا عندي هادي ما بغات تقول والو انت
تاع غير تا وصحابك هكا وكل شيء طاب ولا انا نعرفكم كاع نقول لك انت يا بارطاجي ما ماركيتوش هذه بارطاجي كثروا منها شويه وتاقيني ولا والو يا بارطاجي بارطاجي شو بارطاجي بيو دلا تعرف تغني يشوف الناس ما تعرفش تغني ما بارطاجي هذه ما بارطاجيش يا خويا والله كيما بارطاجي زعما كيشيك واحد السلام عليكم بارطاجوا معايا هذا الفيديو وكثروا هذوك صحاب هذا ليس امر تشغلوها زعما منش زعما لازم يقول لك بخاطرك زعما انا ما رانيش نعمر فيك يجي تلقى واحد صباح يدير هكا فيديو يشرب قهوه يقول لك ولا كنت تشوفوا راني ناكل في الحليب راني وانا شو دخلني فيك تتصور مع كبش ولا مع خالتك ولا مانيش عارف انا وانت تكف انا هادو راه مرضيني غير سمحي لي على بالك كثرت بصح ربي يهدينا واش رايكم في المفاجاه ضحكني هذاك اللي قال لك بلال يعرفوه كاع بكري ويغني زعما مين زعما تا مقدمه ولا يعرفوني كاع زعما مشي تعرف تغني زعما نعرف كاع غاشي فاتوا عليك بزاف من الجينيراسيون وانت واش من كومونتير اللي عجبك انا الاولى هذيك اللي زعما غير سقساوها قالت له قالوا اني بابي قالت له مون برجر قالت لي شفت عليها تاع هذه استوار صرات في فيتون تاع ولاد الحلال هم يضحكوا همبرجر زعما مدى وهذا السؤال ما يحتاجش كيسيون دارت البوز تبغي تكون بيهم يعطيك صحة شيماء شكرا جو بونس كو عجبتكم العربية تاع شيماء يعطيك الصحة يعني راهي حافظه بيان اه وي حابين نزيدو نسمعوك بلال في اغنيه واحده اخرى نستمتعوا اليوم بحضورك معنا بصوتك الجميل واش حتزيد تسمعنا بلال نزيدو ميرانا فيها نزيدو منافقين هذا هو نروح نسمعوا شاب بلال في اغنيه المنافقون ايوا
شمع وطار في وجههم يصور لك جنة في قلبهم البغض والنار المنافقين من أروع وأجمل أغاني اللي غناها بلال. نقول بلي هذه الأغنية اللي لقات رواج كبير في مواقع التواصل الاجتماعي وين كثير من الناس عاودوا ردوها. هل هذه تحكي على موضوع ربما حساس بزاف بلال؟ المنافقين كاينين من الجاهلية من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. كاين المنافقين زعما غير طاحت لي هكا شفت هذه الخطره كثروا شويه ولا المنافقين اسم المنافقين هما كون تجي في الصح هما ناس ملاح هو من يشوفك يضحك يقول لك انا نبغي كل شيء بصح من بعد يفدقك كي تكون حداه منافق يولي يفري ناس ملاح هو زعما بور تو فير بليزير يشكرك زعما بار اكزومبل انا راني مع امين نقول لك حاجه اغنيه تاعك عجبتني منا وهذا كل شيء باسكو راه حدايا بعد انا كي يلقاني غدوه واحد يقول لي شفتك مع امين غادي نقول الله يجابو منا فهمتي هي النفاق ولا حنا كاع ولينا منافقين كاع ولينا هذا دي فوا الحشمه تجيب النفاق فوالا حنا عندنا فقره لهذه الفقره اللي اسمها صح وماشي صح صح وماشي صح كاين حاجه امور صراو ولا اشاعات سمعناهم انتم تقولوا لي اذا كاين منهم ولا لا لا كل روح رياضية كل روح. معنويات نبدأ فقرة صح ولا ماشي صح صح ولا ماشي صح صح ولا ماشي صح نبدأ بك بلال. بلال قبل أيام من صدور ألبومك عرفناهم قا خردة صحباته ربما ضجة اللي هي تعتبر نوعا ما فضيحة واتهمت هنا مناجرك المغربي السابق أنه هو المتسبب في ذلك يعني باش يشوش على الألبومك اللي هو سنة 2013 قاع خردة. هل بلال عنده مشاكل مع المناجر تاعو صح ولا ماشي صح؟ لا لا عمري ما اتهمت واحد لا لا المناجر تاعي كنا نخدمه ما تفهمناش حبسنا ومن بعد خرج الالبوم تاع خردة لا لا ما كنت بدون نفاق والله العظيم وعمري ما قلت باللي المانجر اللي دار ولا دار ولا ما اوكي خلاص امنك بلال صح ولا ماشي صح
أمين. أمين، انتقدوا برغم أنهم انتقدوا طريقة تمثيلك في ولاد الحلال وطالب منك الجمهور التوقف عن التمثيل والبقاء في الغناء، إلا أنك قلت لو كان يجيني عروض أخرى حنقبل بها، صح ولا ماشي صح؟ آه صح سي فغي. يعني رأي الجمهور ما يهمش أمين؟ زعما الجمهور ما فيهش غير 1%، هذه غير 1% ولا اللي قال لي زعما قالوا لي بلي زعما تعرفش تمثل ولا ما تعرفش ديريكت، هذه ما بريمير اكسبيريونس. او دخلوا لك ما تعرفش تمثل ما تعرفش غادي نرقص دروك ولا هذه غير زعما بريمير اكسبيريونس تاعي لي تاع في التمثيل اللي درتها وما مازال كاين الوقت باش تطور مهاراتك اكثر ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. صح ولا ماشي صح؟ بلال سبب خلافك مع صديقك الممثل محمد خساني كان سببه النميمة والنفاق. خلافي مع محمد خساني؟ مشكل اللي صرا بينك وبين محمد خساني؟ لا والله ما صرت مشكل والله. يعني تتكلموا عادي؟ هكذاك شوفي جاوبني، كاين خلاف ولا ما كاش خلاف؟ صح ولا ماشي؟ لا الخلاف، لا الخلاف هي ماشي مفهوم، انا ما غاديش نقعد زعما يسمك سمحي لي هذا تضيع وقت، مي معليش غادي بنادم راه معاك هكا يا بري يفيان دغ مومون وين ما ما الافكار تاعك والافكار تاعها كلها وعندها طريق سي بور سا ما يعني ما كان حتى خلاف فقط. لا انا انا من جيتي انا ما عندي حتى خلاف، ما عندي ما يعني ماشي صح الخبر. لا ما الا تمشى مع واحد قدك زعما مانيش نقول بلي انا كبير ولا انا صغير ولا على واحد يساعدك يا بري، لقيت المنظمه تاعها كاع ما تساعدش انا ما تساعدنيش انا، انا ما كيما هو ثاني كيف كيف زعما شيخ في كلش حتى في الاجابه. امين صح ولا ماشي صح انه امين امين جمال تحقيق شهرته او الاستغناء عن اسم بابلون مش حيكون، وانما امين جمال استغل اسم الفرقه لصالحه الخاص وقاعد يروج نفسه، هذا لانه انانيه من امين بابلون، صح ولا ماشي صح؟ الناس تقول لي انانيه انك استغليت الاسم لوحدك، هذه انا نقول لك اذا انت تجاوبني صح ولا ماشي صح؟ ما كاش منها هذه كاع. هي ديجا زعما قبل ما نخرج من الجروب قلت لهم، هضرت مع الجروب تاعي قلت لهم بلي انا راح نكمل امين بابلون نورمال. بلال أغنية لي جالو كانت موجهة لشخص معين، حبيت توجه له رسالة معينة، صح ولا ماشي صح؟ لا ماشي صح. أمين أمين بابلون عنده صوت لكن ليس لديه المقومات الكاملة للفنان ليصل للشهرة التي يطمح لها. نعود فقط كي نقول مقومات باش تفهم أنه المقومات يعني الوقت، ربما انشغالك بأمور أخرى، لأنه الفنان لازم يكون متفرغ للشهرة، هذا هو المقومات للفنان باش ما تأولش الحاجة واحدة أخرى. بما أنه أمين يمتهن مهنة الطب، يعني لازم الفنان باش يلقى شهرة لو يطمح لها لازم يكون عنده وقت كامل، لذلك أنا قلت مقومات الفنان. هي صح لا ميوزيك ديموندي بزاف وقت و باش زعما باش تحب باش تلحق الحاجه اللي راك حابها لازمك تساكريفي، لازم تمد لها بزاف وقت فيها وعليها. صح ومشي صح باسكو مام كي درت سوكسي تاع كيما كان زعما كيما خرج زينه ودارت سوكسي كنت نخدم دونتيست. لكن كنت مازال تقرا كي خرجت؟ لا لا كنت نخدم دونتيست. كان يلعب دروس. شكرا لك امين وبلال على صراحتكم، احنا بدينا غير ربي صح وماشي صح، بصح هذا اللي عجبتني في امين اليوم. امين برك نسقسيك دوكا حاجه خارج الاسئله، ليك بلال اللي نعرف نطرح الاسئله ولا هو مشكل عنده هو؟ لا 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 قبلك غير هو ما سمعش مليح. لا لا كي قلت مقومات فنان قاعد يقول هذه وشي تاكي متى مقومات فنان، الناس دائما كي تقول مقومات فنان تجيهم الجماليات ولا لا مقومات الفنان في العالم انه المقومات انه يكون لازم احنا نقول يحتكر ولا يهتم بمجال واحد، لانه كاين بزاف اللي يحبوا يمتهنوا عده مجالات بصح ما يقدروش، تحب تمثل تحب تقعد طونتيز تحب تغني، دونك هل هذا كامل حتضيع مجهوداتك، دونك لازم تستقر على حاجه اللي حاب تنجح فيها. اما انا ماني ما فهمتش مليح لا كيستيون، انا عم بالي المقومات حاجه واحده اخرى. عنده اون فوا و مقومات يعني لا ما عندوش الجمال ولا ما عندوش هادو ثاني بالك زعما انا فهمتها عنده اون فوا ماشي هذيك لا فوا تاع زعما.
فهمت هكذا ما بون يا سيدي. انا نقول لهم باللي احنا من الناس اللي نقول باللي يعني ماشي فقط لانه قدامي لكن الاصوات الرائعه. حابه نزيد نسمعك امينه. يا خلاص بينا باللي عندك صوت وعندك مقاومات. هيا تفضل امينه بلون نزيد نسمعوها مره اخرى اغنيه جديده. تفضل امين. بغرام الثاني الله خادم عدرو حالي راني مغروب ما دارت فيا هذا الطفله وهذا الليالي عشقها قلبي ودار عليا قانون بيا 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 مور انت يا قلبي وانت يا عمر بيا 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 مور انت يا قلبي عليك ما يسبان تودنا عليك ولا البروفيل تاعك الواحد اللي يغني سونتيمونتال اللي يغني حاجه كان بعد تندم شفناك في الاغنيه اغنيه ريتميك اللي لقات نجاح وشفنا باللي امين ماشي برك الوجه الثاني اللي نشوفوه انه يغني غير الاغاني اللي هاديه. لما ربما خممت هذه الاغنيه كنت تقول يعني تخاف شويه لانه ماهوش طبيعتك اللي مالف انت ديرو. هل هنا كنت تسنى هذا النجاح اللي لقاته؟ زعما هي مليح زعما الفنان يكون عنده اي والله يكون عنده بليزيور ماشي بليزيور ستيل زعما يدير سونتيمونتال او ميم طون يدير عفايس دي شونسون ديناميك هكذا يبوجي وكاع باسكو هذه مليحه ثاني مليحه لاسان باسكو عبك البوبليك سورتو هنا حنا في الجزائر مع البوبليك تاعنا معروف يحب الهول زعما يحب الشطيح وكاع تعيا لما تغني له سونتيمونتال مليح عندك غنى سونتيمونتال شابين وكاع هو معاك يسمع يتبعك شويه بعد ايه بصح البوبليك الجيريان سورتو يحب لا يحب توسكي في دونسي وكاع فوالا تسمى مليح الارتيست يكونوا عنده دي شونسون هكذا او ميم طون شغل يكوبي شغل يدير كيما نقولوا هذه لا شونسون دير لك ان بريك بارابور واش كنت دير في سونتي باش كي تعاود تولي تعطيك نفس جديد كيما نقولوا في صوتك.
أمين هاد الأغاني الأخرى شكون راهو يساعدك في اختيارها ولا شكون اللي راهو يقترح عليك هذا النوع من الموسيقى مثلا؟ لأنه نعرف بلي أمين هو مازال ودائما اللي يكتب الكلمات تاع الأغاني، أنت مازالك تلحن، كيفاش حتى أنه يعني تشوف بلي هاد الأغنية اللي من تسمعها ويقول لك لا لافونس كمل فيها ولا أنت تختارها؟ سون ديبون، أنا بون كيما كاع لي زارتي زعما بلا على باله بلي الشونسون زعما ماشي تبروغرامي لها ولا واحد هاي تجيك الانسبيراسيون هاك مريح هكذا حتى تجيك عفسه هكذا تعجبك تبدا تكومبوزي فيها ابري زعما تسمعها لاصحابك لي زامي انتيم ديالك بالك فاميلتك ولا باغ اكزومبل تقدر تسمعها لي ميوزيسيان اللي يلعبوا معاك. انا بشحال من خطره دي شونسون هكذا نسمعهم لي ميوزيسيان اللي نلعب معاهم كيما طارق رضوان نسمع لهم نقول لهم عطوني رايكم وكامل يقدروا ينصحوني يقدروا يقولوا لي باغ اكزومبل هنا لو كان ديرها هكذا تولي خير يعني يعاونوك في التغيير وفي كتيبه جينيرالمون ما نشاور حتى واحد كتيبه ما نكتب واش نحس انا نكتب كل واحد كيفاش يشوف فيها زعما اذا نقول حد الان هيك طوب الاغاني كلهم شابين كلمات نضاف ويوصلوا للجمهور يعني اغاني شبابيه وين تقدر تلحق لهم. احنا وصلنا لفقره مع زبير هذه الفقره اللي يوم يستناوها بيان سور والله مش على بالي نسيت بلي عندك فقره فقرة زبير هو اللي حيشرح لكم وش من هذه الفقرة. نروحوا إلى فقرة مع زبير في البلاطو بعد الفاصل. تتابعون بعد الفاصل. هذاك البريود تاعو كانوا لي كوبل كي دابزوا ويترونجوا بالكاسات. إيه. كاين يا نصرو يا حسني. إيه. إلا بغى حنا نقولوا يخرمتها يعطيها حسني. ولا بغى يفوتها يديها لنصرو. نعم ما مانيش مهبول. نعم واحد ما راهش الناس مساكنهم يهربوا في بوطيات كل شيء. انا راني نجي هنا هكا كي نجي في البلاد نضرب سيمانه نفوتها هي. نفوت سيمانه والله تنقول لمرتي انا وقيلا غادي نعطيها في بوطي ولا. صحي لي يا زرقاء زرقاء صحي لي يا زرقاء كش بايده وياوه. Bien sûr, je vais vous dire. Bon, cher, quand il y a des chansons, on est mouillé d'hommes. Je vais vous dire que tout le monde a dit que c'est mais les photos. Vous avez les photos, il y a des commentaires, 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 il y a des commentaires. وبلاكا حمراء تشجبد لي تم قولي ايه قال صباط احمر لابسه مع عمر صح تغنوها لي ديك تطلع بغنيه بصح تحت نقول غنيه واه كي تلقاها تطلع بالغنيه صح شيخ صح متفاهمين امين بصح الاغنيه غير تاع تاع الجزائر تاعنا زعما كاع شرقي غربي كاع ولا غير تاع الجزائر تاع الجزائر صح صاي شيخ كاش حاجه تاع برا لونسيلك صح انا ما نغش يعطيك اندس واه نقول لك هذه ماشي تاعنا هيا تشوف عرفات ما شاء الله ما شاء الله عندك بحر بروجيكتور قمر قمر زينة زينة القمر راك شفت بحر والقمر بصح بروجيكتور ما فهمتوش ايه خاش انت قلتها اوا انت قلتها ضويتي انت ضويتي عليا شو لا علاقه راك زعما المرض ضوي بروجيكتور هنا خطا كاين من اسمح لي يعني المشاعر تاعك غلطوا هذه مرا ولا بيلا جيت بصح اصبر ما قلناش باللي اللي يخسر لو كان انت ما تربحوش دركا حيدير لنا حاجه ديك سير اللي يخسر يدير حاجه ياكل ساندويتش ياكل ساندري اللي يخسر ياكل ساندويتش مانيش جيعان عطيني تو الزوجه هادي عندك بوليسيه ودراهم
حبيت هذا واه بوليس ودراهم ما حطيتش دينار حطيت له بوليس ودراهم اكتيفي مكاش وقت بعدا شونتر جزائري وقديم شيخ قديم قديم الدوم ها مامي جيبوا لي مالي جيبوا لي سيا جيبوا لي سيا جيبوا لي مالي انا ادوها وجيبوا لي غير دراهمي جيستيمون انا جيستا ميتنو اسمح لي الشيخ مامي نعزك ونقدرك مي جي ما فهمتش بروبليم حسيتك شغل مامي في ديك البيريود خطب فاهم داولو الدراهم نسيبو داولو الدراهم بوزا بيهم بلان جات الانسبيراسيون حطها لا بوليس ردوا لي مالي لا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله مام قمايش كان ما شاء الله مام تاع فام بارا بارا ما عجبتنيش تاع يا شاب مامي نقول لك حاجه او قال لي بلي راه يجي البرنامج اذا كش ما جاش انت لا والله نقول له لا والله نعترف له بلي قطعت غادي يزيدوا دو نيميرو غادي يزيدوا دو نيميرو مع زبير وخلاص قطعت آه محمد بسم الله محمد صاحبنا وكل شيء يعيشك نغلق خاطيني محمد داه والزوبي اللي راهي وانا انا الشيخ قاسم ام بينا انا ما انا خاطيني الامينة خاطيها اعطيني تشت ترى هو زوج واحد ده. اه راه غالب شيخ وانا قام ربحت شوا قالوا انا قام ربحت اه تشا زيدني عرفت هذه ثاني شيخ قديمه بس ما تعرفهاش سيد قديم شيخ جينيراسيون تاعك شيخ بصح بصح دار قلب واه ومرأة ما دار قلبي داري دار شيخ راني نقول لك جينيراسيون تاعك فيها قلبي داري هكا واش راني حاط لك انا زعما حاط لك بيربانا كاين قلب ودار ومرأة وهذه صعيبة ولا لا صعيبة أنت تقول لك سهلة باسكو تعرفها ها صعيبة شيخ بيريود تاعك هو بيريود تاعي تاع شهر أعطي له حاجة هكا بيريود تاع حسني صوتي مو نصرو انا صح نصرو لا ساعدنا الغنية ساعدنا والله لا عرفها كاينة بلاصة في قلبها كاينة مام شيخ مام الشيخ نصرو نقدم له تحيه الشيخ نصرو إيه؟ مي اسمح لي بيريود تاعك يا شوف يرحم بابك ما ديرناش مشاكل ما ديرناش مشاكل راه في تي يرحم بابك لا اسمعيني بيريود عباك بيريود تاعو كانوا لي كوبل كي دابزو ويترونجاو بالكاسات إيه؟ كاين يا نصرو يا حسني إيه؟ الا بغى حنا نقولوا يخرمتها يعطيها حسني ولا بغى يفوتها يدي لها نصرو صاي يعني كان مصر يفرق لاست ويك نشوفو هيا خلوني نربح ما فهمت هادي تليفون شيخ هادي غنية هادي غنية تونسية صاي اللي غنتها تونسية الو موركاتسون موركاتسون كانت زمر روفيت كاتسون كات هذيك تاع شيفور الطاكسي لا لا قريب انت قريب هذا ولد قريب هو تيحافظ انا لا انا حسيت انا حسيت بلي برنوسي هكا حاجه لا تراب فيها برنوس واه فيها برنوس او باين اعطي له اعطي لهم حاجه غنيه قديمه وتعاودت بصح خلاص غنيه قديمه شنو نقول له ماشي اللي غنيتها شيرين هذيك تاع شيرين صاي داك اللي احسن بصح باينه سمى حالك ما شاء الله نعطيك تحيه ماغري كو كنت
ما على بالي كنتي معنا كنتي معنا زعما في غردك تقول كل شيء. لا لا فيريتي كي شغل علاش انا اللي اثرت فيا وسير بلي الماناجر تاعك هو اللي قال لك الو تحيه لهادي جالسي تاع الماناجر تاعها حيو هادي جالسي علاش خلي نحيو نعب وزينك مازال عندنا راج زيد باقيه واحده باقيه واحده اوكي لا باقيه واحده باقيه واحده انا ما باقيه واحده ايوا شيخ ركوس ركوس من بعد الكاطو هذه نورماليتي الكرونيا بلا هذه نفهمك ليش هنيه وهرانيه شيخ شيخ حلوه واللوز وكاوكاو يخبروا الحلوه لهم مش عارف ولك سامحها هيك كاين واحد الاغنيات انا عام هذه صراحه قديمه تاع بن فيصل كوكاوي خبر والحلوى لا كوكاوي خبر هكا ولا حاجه هكا تشب او بكري كانوا غير شكله فهمه سيك والد حقلاق بكري كانوا غير شكله والله او الحلوى واللوز لا بكري ايا قلنا كوكاوي خبر والحلوى لا كوكاوي كي تقشره خلاص ربح امين اه بيان سير امين فوالا انا مال انا دوكا كي ما ربحتش ندوموندي منو حاجه انا هنا اوكي دوموندي انا دوموندي اختي ربح دوموندو حاجه لا اللي يخسر انا حابه قبل قلت لك كاين اغنيه بزاف نحبها اللي هي شنو هي كنت تغني فيها واحد الليله في باري واحد الليله في باري بي شيخ بكري هذه واحد ما دي تاع بكري هذه شي هذه كانت صغيره ما كانتش كاع واحد الليله في باريا جاي داخل عمري للبار نام راسي كي مدار تتلقيت برازا شفتني عيني هذا مع تسال علقت لي بجوج يدي تفكرت الشيرة كي كانت مين كانوا الوالدين قلت لها مالك اختي مقبولة واش من سبانة كي كنتي وكي وليتي ما جاتش عليك الغربة قالت راني غير نجري نادمة لي وليتي ميقرية في عمري شرى صارية زايدة متقلني ولدية قلت لها الدنيا لعبة وشكون ما تغلبه شاش اللي مرفح طه دربة ضفرت في اللي ما عنده شاش قالت لي يا ربي آمين يبعد كل مصيبة دمعة طايحة للعينين وعلى بزاف الغربة يعطيكم صحة يعطيك صحة بجلال احنا نروحوا فقرة تاعنا الأخيرة وصلنا الفقرة الأخيرة بعد الفاصل نروحوا إلى فقرة فاصل حاجة قبل ما نروحوا الفصافص عندي فيتير لازم نوريه البلال لازم نشوفه فين سوربريز يباتو بيان سور هذا سوربريز من طاقم كاع كيف كيف روحوا شوفوا هذا الفيتير بعد نروحوا لفقرات فصافص بيان سور نفرحوا قبل ما نزعفوه نشوفوا هذا الفيتير معك امين سعاده
بلال هذه خويا يا يا مشي قلت لي غادي نتلاقوا عند البوجي عشان متلاقين في الجزائريه. انا ما نديرش تعليق، انت اللي دير تعليق. هاد ولاد حومتك، هاد حبابك وناسك في وهران. تحيه للمراسلين تاعنا من وهران اللي نحييهم. تحيه لساره. هذا وانت فيلميتو هذا الريبورتاج هذا؟ سوربريز. حنا عندنا عندنا المصادر تاعنا. لا باسكو واحد صاحبي اسمه البحري هذاك اللي عندها العود هذاك مات. هذاك اللي عندهم اللي مات. مش سي با انا مش عارف بالك كذبوا عليا ولا مش عارف. نو جو بونس سافي با تري لونتون ملي. شحال هكا عندها؟ قولي شحال؟ او حبي يعني شحال عندك ما رحتش لوهران؟ عندي لا لوهران نروح بصح ما نروحش للحومه. اها. وانا قالوا لي بلي البحري هذا صاحبي هذاك اي يضرب العود. حنا عندنا تقريبا شهر ونص. شهر ونص هكا. شهر ونص ملي سجلنا. ملي كذبوها عليا. لا. يعني احنا الحمد لله نعرف نرجع. عندكم شهر ونص ملي صورتوا هذه. شهر ونص. اكزاكتومون. مانيش عاقل بالك انا قالوا لي. جوستومون امينه حبيت نشكر ساره فرندي وزوج تاعها على هذا لا سوربريز اللي جابوها لنا اليوم. لا بصح والله العظيم فريمون. الصورة اللي تبقى هي مع أمها الله يرحمها. ربي يرحمها. وهذا الشهادة تاع الناس هذو ثاني تاع مصطفى وصيفري جا عندي المارسي هكا قال لي عباس مات كل شيء. وأنا كنت عندك كي بديت كنت عندك وليت نقول بلال ما تحشمنيش مع هذو بلال حود وكل شيء. ودخلت للدار كتبت أغنية بالخف صيفري جاتني مانيش عارف أبري بات لي أغنية نورمال مي وما عجبتهم زعما. ربما تحية كبيرة للناس وهران. تحية كبيرة لي تحية بزاف بزاف والله والله غير كلمة سمحي لي نقولها. تفضل. الولاد ولاد حومتي يا صيفري أنا ما نجيش بزاف وصيفري نجي مخطرة في مزنجة تاع 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 أمها الله يرحمها مع عاود وليت وخوتي وكل شيء زعماك إن شاء الله يا ربي يتفهموني زعماك الوقت ما كانش وكل شيء وأنا ماذا بيا الحومة كاع تما كبرت تما كتراعرعت كتوحشوك لازم تروح تزورهم بلا ويعرفوني بلي أنا زعماك ديفوا ديفوا نشوف هكا واحد ونحشم ما نبغيش نشوفهم هكا في كيفاه ما ينجموا ما يشوفوك في حاجة يقول لك بلا نسانا ولا أنا عمري ما ننسى منين جيت أنا جدي قال لي حاجة قال لي كي تعوم روح وين تبغي عوم مي ساعة ساعة ضربت الله والرول باش تعرف روحك وين غادي خاطش لو كان تعوم غير هكا ما تعرفش الشط اللي جيت منه وغادي تودر الا تعرف بالشط اللي جيت منه باش تنجم تولي وسمحوا لي وسلم عليكم بزاف بزاف كاع البحري وكاع وكاع كاع الحومه تاع مرافغال كاع الحمد لله انه عجبتك المفاجاه تاع برنامج كاع كيف كيف ان شاء الله يا ربي انه ربريك تعجبك تاني هذا لك شيء يعجبني والله العظيم نعاودوا نرجعوا هذه المفاجاه اللي كنا محضرينها البيان نروحوا الى فقره فاس فاس نوصلوا في هذا الفقره نبداو بلال هل أنت نجم الأغنية الراوية الأشهر في الجزائر؟ لا سيدي لا سيدي لا سيدي بعيد شر أخويا لا أنا معروف هكا زعما مغني مغني أنا مغني والله العظيم با مشي مشي بلوس مشي أمين أكبر تحدي يواجه الفنان الجزائري اليوم في كلمة لا أكبر تحدي والله ما نش عارف كاين بزاف تبني الحاجه كبيره كاع اكبر تحدي تاع فنان التواضع اختي ما التواضع ما حاشي قد ما نكبر يعني سر نجاح حاجه سهله السوكسي يدي سوكسي يغلب سوكسي سوكسي ينسيكو كاع بلال اقرب اصدقائك في الوسط الفني شكون؟ بغيت تحرجيني بزاف والله اسم واحد القريب ليك واحد ودي غادي يكون نقول واحد الاخرين غادي يقولوا زعما انا كاع مشي لا ولا كاع نبغيهم ولا زعما صحابي صحابي باينين ما عنديش بزاف انا ما عنديش 10 امين اسوء شيء في شخصيتك الحاجه اللي انت تحب تنحيها في روحك بصح ما تقدرش تنحيها نسامح بزاف بك حنين مليح انت يخدموا هل يوجد من ينافس بلال في ستايله الغنائي اليوم في ستايل تاعك اليوم شكون هو المنافس تاع بلال اللي تشوفوا انه منافس كاينين بصح ماناش عارف شكون كاين بزاف واحد اللي تشوفوا بلي راه وصل يعني باش يغني الطابع تاعك ولا الستيل تاعك لا كاين بزاف ولا كاين بزاف يغنوا مانيش من بزاف ثاني واحد مانيش عارف تقول لي اصدقائك بزاف ستيل بزاف لا بصح 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 سي فري المنافس كاين بزاف الناس كاع انا اللي انا كاع اللي يغني منافس تاعي اها خلاص اغنيه تمنيتها امين لو كان كانت ليك أغنية تمنيتها لو كان كانت ليك عايشة والله أنا والله نبغيها بزاف بلال عنوان أغنية من أغانيك تمثل حياة بلال
عنوان تاع اغنيه تمثل حياه بلال ولا مرحله من حياه بلال؟ تمثل بلال، تمثل زعما تمثلك يعني تعبر على حياتك، تعبر عن حياه بلال. اغنيه من اغانيك اللي غنيتها على تجربه ربما صرات لك ولا يعني عارف. عندي واحد اغنيه جمع فيها كل شيء بالك، ما لهنا للهيه لهنا يا هي. امين. موقف حصل لك في العياده تاعك وشنو هو؟ حاجه صرات لك في لاكابين تاعك، يعني موقف مع لي فان تاعك اللي يجوا ربما يتصادموا الكابينين اللي ترى لك بروبليم فيها. صرات لي بليزيور فوا كاع بليزيور. كيفاش تعمل مع هاد المواقف؟ يعني تغني يا الزينه ما هذا تغني يا الزينه ينحي الهضره. جينيرالمون ندير بافات كي نخدم تمام وجهي ما يبانش مليح، ابري كي نحيها ولا كي نروح نخلص نحيها باش باش تبان باش تخلص بيان. يا زعما يعقلوني، كاين بزاف يعقلوني يقولوا لي شايفينك ديجا، شايفينك ديجا ماشي تشبه الواحد يغني. كان اللي يعرفوني، كان اللي شغل كاين اللي يجيو بالعاني برك باسكو امين بغي اللي يجيو بالعاني برك باش يشوفوا هادو مراد بلال. بلال لماذا اختار الاقامه في المغرب وبعدها في مارسي وعلاش ما عاودش رجع للجزائر؟ وين في المغرب؟ انا عمري ما خدمت في المغرب. الناس هبلت شويه. لا انا رحت لمارسي من مارسي رحت النيل. لانه ربما تواجدك الكثير في المغرب الناس قالوا لا نروح بزاف، رحت بزاف المغرب، نروح بزاف. مي بصح انا رحت من وهران لمارسي، مارسي قعدت 93 14، من بعد رحت النيم وبقيت مازال راني قاعد في نيم. وقتاش يعني ماكش حاب ترجع للجزائر؟ خلاص تقرر. كيف نرجع للجزائر؟ هون راني في اسبانيا ولا؟ نرجع للجزائر يعني تعاود ترجع تستقر هنا في الجزائر؟ لا ما نشوفكش بزاف الجزائر. لا ما غاديش نكذب عليك ونلعبها لك تعملنا ولا هذه تاع لغه الخشب. لا مانيش مهبول. نعم واحد واحد ما راهش الناس مساكنه يهربوا في بوطيات كل شيء. انا راني نجي هنا عبك كي نجي في البلاد نضرب سيمانه نفوتها هي نفوت سيمانه والله تنقول مرتي انا وقلنا غادي نعطيها في بوطي ولا تعرفي علاش؟ انا بلادي ومفتخر بها ونبغي بلادي وما كان حتى واحد غادي يشدني ولا كل شيء. هذه عندي غير على البلاد انا بزاف. مي دي فوا كاين دي جون محرمين عليك ما يخلوكش تعيش، قاعدين غير فلان هذاك تزوج هذاك طلق هذا دار هذا لوطو ماشي تاع هذاك مسلفها باطمه تاع حميده الاخر تاع هذاك ماشي سرواله هذاك تاع خوه. هي هذيك الهضره ولات تضرني بزاف باسكو في اوروبا يهضروا يخدموا يخدموا يهضروا وهنا يهضروا برك يهضروا صح. اتمنى لي يا ابن مالك ثاني مكمله معك. امين. شكون هو الفنان اللي تعتبره انه قدوتك في عالم الفن؟ فنان اللي قدوه تاعي؟ اي القدوه تاعك فعلا. كاين بزاف واحد راه يقول لك انا ثاني قال لك كاين بزاف. ما فهمتش العدوى تاع بزاف ولا وشنو؟ كاين والله لا كاين بزاف. زعما انا ما عنديش ارتيست دايرو في بالك زعما ايدول تاعي وحاب نولي كيما هو ولا كاين. انا كيما في الجيريا عجبوني كاين عجبوني كاين خالد مثلا مامي بلال هذو لي زونسيان وكاع ما كانش ما يعرفهمش و ما لي زالجيريان هذو ما لي نزيدو عندنا اخر سؤال. كادر جابوني كيف كيف نبغيه بزاف. اخر سؤال ليك الزهر فكرت عطاك قلت لك كادر. اخر سؤال ليك بلال، لو كان عندك حفلتين في نفس اليوم واحده في المغرب والاخرى في الجزائر شكون حتختار فيهم؟ لا اللي فيها درام بزاف نفس اليوم. لا لا شوف نفس اليوم والله انا 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 انسان صريح والله اللي عيط لي الاول هو اللي نخدم له. ايوه جاوب في الوسط. اخر سؤال ليك امين، ما هي اهم صفه في زوجة الفنان؟ اهم صفه لازم اهم صفه اللي لازم تكون في زوجة اي فنان باش ربما تنجح العلاقه؟ الصبر، لازم تكون صابره. صح ايه لازم باسكو في الارتيست يقعد برا بزاف يبعد على الدار يعاني سيرتو زعما كيولوا عندك دراري و صرا زوبر ارتيست راه في لاباله سكسي يعاني ريسبونسابيليتي. لازم هو وبصح والله لازم تكون بصح. لازم تكون سيرتو لازم تكون متفاهمه فوالا وصابره هذا نقول لازم يكون دائما كاين صبر
في اي علاقه زوجيه سواء فنان ولا ماشي فنان، لكن الفنان عنده ضغوطات اكثر، لازم لازم يلقاو الجو المريح باش يقدر انه يبدع، باش يكون ربما الجو الملائم باش يقدر انه يخرج الجمهور اجمل الاشياء. والمرأة تلعب رول، المرأة تلعب بزاف دور، تلعب دور كبير. اي نجح اي رجل وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة. انا نقول انا متأكدة انه تحية لزوجاتكم، لنقول انه اكيد انه كل واحد فيكم عنده العمل تاعو اللي مأثر على حياته وعلى تربية ولده، لكن دائما زوجة تتحمل، وذلك لانه فقط من اجل انه زوجها يكون دائما في المقدمة وفي الرياض. انا نقول تشرفت اليوم بحضورك بلال، شرف لي، كان لي شرف كبير لانك اليوم كنت ضيفي، ونتمنى انه مش اخر مرة ان شاء الله. ان شاء الله شرف لينا كبير، ونتمنى انه نعاودوا نشوفوك باغاني جديدة بطلات جديدة، وتعاود تزورنا هنا في البرنامج ان شاء الله. شرف كبير لي انا بهذا الحضور، وان شاء الله نعاودوا نزيدوا ان شاء الله، ونسلموا على احبابنا كاع وكاع الناس ان شاء الله، واللي في قلبها حاجة تاع خير ربي يوفقه ان شاء الله. ان شاء الله امين امين، نتمنى لك النجاح، ودائما تألق ورا تألق ورا تألق، فاتت مليحه والله. الله يخليك ان شاء الله، نعاود نولوا ان شاء الله، تعاود تولي لنا بحاجه وين دارت دير ضجه كبيره ان شاء الله. وانا متاكده انك فقط انك تستغل ربما نقول انه هذا الصوت الجميل، وتحط فقط راسك غير في الغناء، اكيد اكيد انه حنعاودوا نلقاو زينه 2 و3 و4 ان شاء الله يا ربي. شكرا لك شيماء. انا جو سوي تري كونتونت انه اليوم كان ضيفنا بلال وامين بابلون، وان شاء الله يا ربي. انا شخصيا من الناس اللي سمعت بلال كنت صغيره بزاف، دونك هذا شرف لي انه اليوم راني في نفس البلاتو. ما تشوفش فيا هكا ويك جيتي تخجل صافي رديتينا شوابين صافي نو سي با سا سي كو نو انه شرف لي انه تكون قامه غنائيه كما هو معايا في نفس البلاطو، وان شاء الله سا سخا با لا ديرنيير. وسي امين بابلون سي ان فوا اون مور، ونقول لك بون كوراج ان شاء الله، ونضربوا موعد المره الجايه ان شاء الله بلا زبير ان شاء الله يا ربي. امين نقول لك ميرسي عليك والله، ريميرسي الشيخ ربي يحفظك والله، صافي بليزير لاني معاك. امين ثاني ريميرسي صاحبي لاني انا في رحبه الحمد لله، لي زانفيتي لي بيبليك لي كاميرامان صاحبي عرفات، انت والله من ريميرسيك، وان شاء الله يا ربي منا طيحي هاك على وجهك باش ما تحضريش حصه جايه. صح اسمح لي معليش، صح ان غران ريميرسيمون، ان غران ريميرسيمون لكاع ليكيب تكنيك تاعنا اللي راهي سهره معنا اليوم. كي ريميرسي تاع انا وخلاص كملتوا ضربتوا فوالا، كملوا في الكوليس ضربوا. شكرا للفريق التقني، شكرا لكل الفريق اللي كان واقف معنا، والبيبليك هذا الرائع. وكذلك ما ننساش تحيه لي ايوب بوشريب وفوفو اللي راهم حاضرين معنا، نقول لكم يعطيكم الصحه، شكرا لكم، يعطيكم الصحه. معنا نضرب لكم موعد الاسبوع المقبل مع فنانين اخرين. نخليكم مسكها ختام مع كل من شاب بلال وبابلون. بقاو على خير، تعالوا في روحكم.
un'amore, vai d'amore un amore, vai d'amore amore, e ti amo sicura, sei a zarga, oh yeah, zarga. شكرا.